نفس الهدف اللي هو ترى الشيء المخيف لن يؤذيك، ولكن طريقة توقيفنا له تختلف من شخص لشخص. أنا وقفت خطف خرب معي، وأنت وقفت صح فزام معك، مع أن الشيء المخيف نفسه ومعي ومعك ما عوره. وش اللي حصل؟ اللي حصل أن معي لما حاول ينطلق تعاملت مع خطف ربط بين الشيء المخيف وتعاملي الخاطئ. معك لما حاول يهرب ربط بين الشيء المخيف والتعامل الصحيح، فتحسن معك ساء معك. فالفكرة مين بالشيء المخيف؟ الفكرة في التعامل. عقب ما التعامل صح تروح الجفلة؟ لا ما تروح، بس تتحول إلى شيء إيجابي. بدل ما يصير إذا جفل انطلق، يا جفل تفلت، يا جفل طيحك، كم إذا جفل ترقص محله أو احتر. إذا قيل نهنيها وقد جد جدها ترامك خضروف الوريد المثقب، العرب مدح الحرارة، لكن على سنع، حارة متحكم فيها. فالجفلة ما تروح، والجفلة طبيعة، والجفلة شيء مستحب في الخيل، لكن على سنع. إذا استغلها حصان عليك فهو عيب، مع أنه حتى لما استغلها عليك ممكن تستغل زي خيل جمال، بالنهاية حصان قمة الجفلة وغير متحكم فيه، بس بالنهاية في المسابقة نفسها هذا المطلوب. فليست عيب إذا تحكمت فيها، عيب إن لم تتحكم فيها، رغم أنها زي ما قلت ممكن ما التحكم تكون ميزة في بعض الحالات. بس بالركوب دون سرج ما تفرق، زي ما قلت الركوب دون سرج أو سرج ما يفرق حسب الشخص. ف أركب اللي تبغاه بشكل عام. الركوب دون سرج أصعب، أقرب لطبيعة الحصان، أريح للحصان، ويجبرك على تعلم التوازن الطبيعي فوق ظهر الحصان. الركوب بالسرج أريح لك أنت كخيال، أنظف الملابسك وأسهل من نواحي معينة وآمن من نواحي معينة. لا تعطي قلوب، على كلام الناس أن القلوب هي اللي تخلي البث يعلق، أنا متأكد يعني، فلا تكثر القلوب بشكل أخير. ما عندي صراحة خبرة في الأفراس اللقاح أو اللي بتفلي أو الشبوم والأمور هذه، ما عندي خبرة فيها بشكل عام. طبعا إذا كانت فرس قد أفلت قبل تكون عارفة كل شيء، أما إذا كانت فرس ما أفلت قبل، إذا كان الجو عندك بارد في المنطقة اللي أنت فيها، أهم نقطة موضوع الدفء أول أيام على الأقل لما تفلي. ثاني شيء موضوع البنسلين ثاني يوم وثالث يوم الفرس عشان ما يجيها يعني أمراض أو شيء معين، لكن بشكل عام ما عندي خبرة واضحة. الجلال برضه كان الجو بارد. الوتر يرجع كما كان مستحيل، لكن يقل على ما هو عليه، زي الرباط. لما يجيك الرباط طبعا الرباط يسوون عملية يضبطون لك إياه، بس هل عاد كما كان؟ العرق لما انقطع جو رجعوه، هل عاد كما كان؟ طبعا ما عندي خبرة في الأمور هذه، بس قصدي هل هو يعني شخص لاعب كورة جه رباط هل يعود كما كان؟ مهما كان مستواه يكون شايل هم الشيء هذا. الوتر بالخيل نفس الفكرة بس أقوى، لأن المطلوب من الحصان أقوى، وإصابة الوتر أقوى من إصابة الرباط، فيثبت على ما هو عليه، يسمونه عايب، وتر عايب. قال الوتر مقوس خلاص، ممكن يفوز يحقق، لكن بشكل عام ما يرجع كما كان. أكثر الخيل اللي تشوفها وترت وحققت في لعبة أنت مت بصايدها، اللي يصير لما يجيني حصان بطل في الرياض فرضا، أو مثلا فرضا في دبي أو في قطر أو اللي هو يعني مكان سباق قوي جدا أو بطولة يعني تنافس فيها قوي، خدت الحصان ذا الموتر ذا وعالجته وسبقت فيه في قرية الخيل اللي فيها ضعيفة، يعني مدينة أو قرى المستوى اللي فيها أقل شوي، الحصان ده بطل قوي، فلما عالجته وسببت مع خيل أقل ما يجيب كل ما عنده في السباق، فما يتعور، فأنت توقع أنه سابق وما تعور، إلا المنافس مو بقوي. لو رجعت لنفس المنافس اللي كان ينافسه وتر مرة ثانية، طق وتره مرة ثانية. فين اللعبة؟ أنك تجيب حصان قوي جدا وتسابق مع خيل أضعف منه، فبحيث أنه ما يجيب كل ما عنده فما يتعور. زي باختصار لو تسابق بحصان عربي مع ثوره بيت بيوتر على طول، لما يجيب كل ما عنده هي ما راح يجيها شيء، إنه ما راح تنافسه بقوة أسرع منه. لكن لما تجيب عند خصم بالفعل منافس ويجيب كل ما عنده صعب يعود كما كان. عشان كده تشوف خيل ثوربيد يعني وخيل العربية ملايين إذا وتر مع سواء ريال اللي إذا كان متشبي منه، الوتر يعني إصابة قوي جدا وإصابة طبعا ضغط. إذا كان رمانة غير رسخ، إذا كان في العظم اللي بين الحافظ والرمان اللي هو الرسغ أو الجيت أو الجين غير الرمانة، الرمانة زي الوتر إن كان بالفعل إصابة في المفصل نفسه ما ترجع كما كانت، لكن إذا كانت لطشة أو جرح ممكن تروح. إذا كان مقصد الجرح الموية والملح تفيد، الجنزارة تفيد، كريمات الجروح كلها تفيد، كذلك مرهم الأسد حق البشر
كريم الأسد اللي ثم تحط على جروحك في الصدرية تلقاه قد يفيد في الجروح هذا. لكن أتوقع الأساس في موضوع الذبان، الجروح اللي زي كذا كل ما عالجها يجي الذبان يفكها والحصان يعضها ويقرطها، فإذا قدرت تحمي الجرح من الذبان هذاك تحميه من عض الحصان قد يخف، أما إذا كان رمانة صعب يعود كما كان. إذا رفع رأسه وحرك رأسه يمين ويسار بس متحكم فيه، يعني وقف أبشر، ارجع وراء أبشر، رح يمين أبشر، رح يسار أبشر، هنا حقه وهو أقرب للميزة من العيب. لماذا؟ لأن الحصان بطبيعته يسوي حركات ثلاث كلها، يرفع رأسه، يمد رقبته، ويقوس. فإذا كان سواها باختياره فهو مو بس مو بعيب، هو ميزة. كيف أعرف أنه باختياره؟ أنه باختصار معطيني اللي أبغاه كتحكم، بس مختار الوضعية دي كيف؟ اما اذا كان يفعل الوضعيه هاي بسبب الشكيمه او بسبب سوء الركوب، بتلاحظ انه يستغل الوضعيه عليك، يعني يرفع راسه يحرك رقبته يمين يسار ويسحب تحت عشان ينطلق عشان يتفلت. فالوضعيه نفسها هي خطا، الخطا هو وش سوى لما سوى الوضعيه. و90% من اللي ينتقدون الوضعيه ينتقدونها ان الحصان لما يسوي الحركه ذي يستغل عليهم ينطلق فيهم، لكن اذا سواه وما استغل عليك فهي ميزه ولا عيب. والدين القطع زي ما قلت عند العرب في الماضي سدن العواجي يقول لا تله الراكب غدا الحبل ثنوين مثل المعشر راسه عن ثوبه. تلها الخيال غدا الحبل الصروع حق العنان حق الحصان ثنوين من قصره مثل معشر نقف شهر العاشر راسها عند ثوبه. لاحظ راسها عند ثوبه من كثر ما يرافع راسه. لابن ربيعه كان يقول في المعلقه حقته ولقد حميت الحيه تحمل شكتي فرط وشاحي اذ غدوت لجامها، اي نصف ثوبي وانا ركبها رقبتها مرتفعها. وفي روايه اخرى فرط وشاحي إذ غدوت لجامها، أي فرس حارة فرط وشاحي أو ثوبي ما هو لجامها لركبتها واقفة. هذا شاب التاريخية. لكن المشكلة أن كثير من الناس لما الحصان يعطي الوضعية ذي مستحيل يتحكمون فيه، يستغلها عليهم فينتقدون الوضعية، والحقيقة هنا العيب في الطريقة وليس في الوضعية. بغيت تفهم الموضوع ببساطة، لما يسويها باختياره هو ميزة وليس عيب، سواها مجبر بسبب خطأ منك في خطأ في الركوب. وش الأشياء اللي تساعد بشكل عام كذا ولا كذا؟ كثر اللفات، كل ما لفيت لفات ضيقة كل ما اضطر ينزل رقبته يقوس. ما عندي خبرة في الشبوة زي ما قلت قبل، لكن طبعا نعم لو كانت الفرس مسكت أو لاقحة ما راح تشيل عند الحصان. طبعا خطأ قريبها من الفعول، بس عادة لما تكون حول الخيمة ما تكون شايعة، ما تكون جاهزة. أما إذا كانت ما زالت شايعة بتشيل أكثر ولا أقل، بس ما عندي خبرة صراحة في التشبيه والأمور هذه أبدا. الله يعافيك الأول. أفضل أنواع الخيل حسب وش تبغى، يعني إذا كنت تبغى الخيل العربية في الوقت الحالي هل تبغى جماعة ولا تبغى تحمل، هل تبغى سباق سرعة ولا تبغى مثلا دماء، حسب الوضع اللي تبغاه. فصعب تقول وش أحسن خيل، تقول وش أحسن سيارات، البر أحسن الكوزر مثلا الديرة أحسن كذا، حسب الوضع. ففي الخيل كل تخصص له خيله. سباقة السرعة لا شك هي التربيت. بالنسبة للخيل العربية إذا كنت تبغى الجمال المصريات والبولش اللي خطها خط جمال هي الأساس. بالنسبة للتحمل أو سباق السرعة في الخيل العربية الفرنسي والبولش والجزيري هو المسيطر تقريبا. بالنسبة للدماء عندك المصري الصافي وعندك الجزيري الصافي هي المسيطرة من ناحية الصفاوة الدم، فحسب وضعك. فكل حصان أفضل لغرض، برا الدم البارد أفضل للشرطة وغيرها، في راعي البقر كاتينج والرينينج الموستانج والكوارتر هورس والأفضل، في الركوب الإسباني قتال الثيران الأندلسي والإسباني والأفضل، فحسب غرضك. عند البربر البربري هو الأفضل، ف كل حصان أفضل لغرض معين أكثر ولا أقل. صعب تقول وش الحصان الأفضل.